السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا الحين كيف حالكم؟ معكم اخوكم عديز او طرباخ، مقطع جديد الفورتنايت. بتكلم لكم عن موضوعين ودي اني يعني اسولف لكم عنها وجايب لكم برضو خبر جميل. اول موضوع، كثير يجون يقولون لي عزيز انت قاعد تلعب ماوس كيبورد على البلاي ستيشن، ليش قاعد تخرب الناس تلعب على الكيبورد ماوس؟ موضوع يا جماعة، انا ما قاعد العب كيبورد ماوس على البلاي ستيشن، انا العب على البي سي. البي سي يا جماعة ترى والله متعة متعة، خاصة العاب الشوتر. انك تلعب بي سي ترى شيء اخر، متعه غير مختلفه جدا، لان على البلاي ستيشن تلعب 30 فريم، عندك البي سي تقدر تلعب على راحتك على حسب انت وجهازك. انا اشوف من وجهه نظري الالعاب الشوتر على البلاي ستيشن على البي سي افضل وامتع، لكنها اصعب في نفس الوقت. الشيء الثاني، جايب لكم خبر جميل ان شاء الله بيعجبكم مره مره. جايب لكم تجميع الطرباخ. وش تجميع الطرباخ هذا؟ بي سي مجمع بقطع مناسبه، انا اشوفها مناسبة للسعر، يعني متوسط. ما جبت لك بي سي قيمته عالية وما حد يقدر يشتريه، ولا جبت لك بي سي ضعيف ولا يتحمل العاب. فانا جايب لك بي سي يلعب يشغل لك فورتنايت، يشغل لك بوب. خلينا نبدا في التجميع، ونبدا باول شيء الكيس. عندنا الكيس اسمه ويدو جيمنج. وش يتميز به؟ عندكم اربع مراوح مضيئه، يعني فيها الازرق والاحمر. الشيء او القطعه الثانيه اللي هي المذر بورد، عندنا قطعه الاسوس زد 370 بي. وش يتميز به يا حبيبي؟ شركة اسوس معروفة انها احترافية وتتميز بالمذر بوردات والكروت الصوت والاشياء هذه، وتدعم الى 64 جيجا رام، يعني تقدر عندك مساحات تقدر تضيف رامات الين 64 جيجا. مذر بورد ممتاز يعتبر. المعالج عندكم اي 5 اللي هو انتل كور اي 5 8400 الجيل الثامن. انا اشوفه افضل حل لاي شخص يبغى يبدا في عالم بي سي، انك ما تدخل على تروح تفجر ام الاسعار وتروح تاخذ لك اقوى جهاز بعدين تجي يومين وتجدع. وانا والله ما انصح، لاني اعتبر انك قاعد تذب فلوسك على غير فائده. مو بلازم انك تاخذ كل اعلى القطع، لا، خذ لك معالج جيد، وخاصه انه اي 5. ترى انا بديت على اي 5، ممتاز للالعاب وايضا ممتاز للمونتاج. وغير كذا جيل ثامن سداسي النواه، يعني عنده 6 كورز. عندنا الرام من شركه كورشن 8 جيجا بسرعه تردد 2400. تقدر طبعا تضيف الى، يعني تقدر تزيد 8 جيجا ثانية، 8 جيجا ثالثة، تقدر تزيد الرام على راحتك، يعني الأمر راجع لك وميزانيتك. طبعا الهارد ديسك اللي هو معروف دبليو دي أو ويسترن ديجيتال بلو 1 تيرا بسرعة دوران 7200، يعتبر هارد ديسك جيد، ومو مثل الاس اس دي طبعا، لكنه يعتبر على سعره مناسب جدا. طيب عندنا كرت الشاشة، وأتوقع كثير يعني في هالفترة يعانون من هذا الشيء. كرت الشاشه حاليا اسعاره مره مرتفعه، وسبب ارتفاعه انه طبعا تعرفون البيتكوين، او ممكن ما تعرف البيتكوين، هذه عمله الكترونيه ويسوونها عن طريق برمجيات والى اخره باستخدام طبعا كروت الشاشه، عشان كذا كروت الشاشه ارتفعت اسعارها مره. طيب كرت الشاشه وش هو؟ من شركه جيجا بايت، نفس كرت الشاشه اللي موجود عندي انا شركه جيجا بايت، اللي هو جي تي اكس 1050 تي اي 4 جيجا. 1050 تي اي انا اشوفه سعره مناسب جدا، خاصه انك بتبدا تشتري بي سي كامل، لان اسعار كروت الشاشه مره غاليه هالفتره، وهذا سعره مناسب جدا، وحتى قوته قريبة ال 1060. الفترة اللي راحت واحد شاف كان يدور، وقريت كثير صراحة عن الكرت شاشة، كثير مدحوه على سعره، يعني سعره مرة كويس وقريب اداء ال 1060. عندنا طيب الباور سبلاي، عندنا باور سبلاي من شركة اف اس بي بحجم 500 واط، يصلح للتجميع، يعني مناسب للتجميع اللي هي محطوطة هنا. 500 واط مناسبة للقطع اللي ذكرتها لكم، وايضا تقدر برضه انك بالمستقبل انك تركب قطع زايد. سعر التجميع يا جماعة، ياو يا حبيبي، سعر التجميع 3900 ريال. سعر التجميع مره ممتاز لسببين. اول شيء عندك كروت الشاشه مرتفع اسعارها، عندك الرامات نادره في السوق، وبرضو عندك المعالجات مو بنادره قد ما انه في اخبار قاعده تقول انه المعالجات راح تقل في السوق. فقبل ما ترتفع اسعار، اشوف ان هذا التجميعه مره كويسه. اذا حاب تطلب تجميعه تقدر تكلم الرقم اللي موجود طول الفيديو فوق، تكلمه وقل ابغى تجميعه طرباخ، راح يعطيك تجميعه، وفوق هذا اللي جاي من طرفي راح تاخذ شاشه وماوس وكيبورد مجانا. يعني تجميعه 3900 ريال، فوقها شاشه وماوس وكيبورد مجاني، يعني ما عليك انك تشغل وتشبك يا حبيبي. لان المعلوميه بس، ترى الشاشة والكيبورد والماوس اذا بتشتري جيمنج صدقني بيكلف اقل شيء 1000 ريال. الشيء الثاني عندكم التركيب والشحن عن طريق سمسة مجانا، عن طريق سمسة اكسبرس. يعني يا حبيبي وش في دلع اكثر من كذا؟
ما انا اتوقع اذا انت قاعد تفكر تشتري بي سي صدقني لا يفوتك العرض، صدقني لا يفوتك العرض. عندك رقم التواصل تحت في الديسكربشن، كلمه وقل جايك من، او قل ابغى تجميع الطرباخ. تجميع الطرباخ خلاص بيعطيك هذا التجميع على طول، وهذه جميع معلومات المواصفات ابحث عنها، راح احط لكم، راح احط لكم كل المواصفات تحت في الديسكربشن مع رابط قناه طبيب الكمبيوتر. تقدر تدخل تبحث عن كل قطعه وتشوفها، وايضا تقدر تزيد مثلا تبغى تشتري كرت شاشه اعلى وعندك ميزانيه تقدر تشتريه برضه بسعر مناسب عندهم، او تزيد رامات او تغير معالج، كل شيء تقدر تزيده او تضبطه عندهم عند طبيب الكمبيوتر. ما عليك لانك تقول مثلا ابغى تجميع طرواق لكن ابغاك تغير لي في القطعه الفلانيه تزيد لي كذا. المواصفات تلقونها تحت في الديسكربشن كلها، ابحث عنها وشوف كل قطعه، توكل على الله. للي حاب يشتري بي سي هذا، هذه فرصتك، لا تفوت الفرصه، عرض ممتاز صراحه. خليكم مع باقي الجيم، شكرا لكم على المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه